الأحداث اليوم المتسارعة وتراجع الرئيس أردوغان وإعلانه وقف إطلاق النار بالاتفاق مع نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، يعني بصراحة أنا سأكون شفافا في هذه النقطة، وأعتقد أن الهدف الذي يريده أردوغان قد تحقق، وهو إيقاف إطلاق النار كي تخرج قوات حماية الشعب الكردي من بعض القرى والمدن في الشمال السوري، وكان هذا المقصود، لأنها يعني قاتلوا قتال الأبطال في داخل هذه المدن وحصرهم حصار قوي، وأريد الآن أن يترك لهم مجالا كما أعلن وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام وتوفير ممرات آمنة لخروجهم. وهذا يعني أن هذا التدخل القوي الذي بدأ قويا من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لإيقاف الغزو التركي، وحتى موقف الديمقراطيين أيضا ضد تركيا ومطالبتهم بفرض عقوبات عليها، حتى الجمهوريين هذا الحراك وهذا الضغط تأخر، لأن نحن نعرف والعالم كله يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أعطت أردوغان الضوء الأخضر للدخول لتلك المناطق وأخلت هذه المناطق من القوات وإن كانت رمزية الأمريكية المتواجدة بها. موافقة ضمنية أم موافقة صريحة للدخول؟ كانت الضوء الأخضر صريح أم ضمني؟ أمس الرئيس الأمريكي يقول لم نعطيه ضوء أخضر، سحب قواته. سحب قواته يعني ضمنيا؟ عمليا يعني احنا عمليا احنا يعني اللي يعني اللي يهمنا الأفعال وليس الأقوال، لأن أقوال ترامب بالذات صباح له قول وفي المسألة قول آخر، يعني هذا الرئيس سبحان الله يعني الرئيس ترامب يقول أن تعاملنا بأسلوب غير تقليدي سمح بالتوسط، فما هو الأسلوب غير التقليدي؟ ماذا يقصد؟ عقوبات يعني؟ هو نعم هم أعلنوا عن نيتهم لفرض عقوبات حتى الآن، يعني ما فرضوا عقوبات يعني تماما كما الموقف الأوروبي، كل الدول الأوروبية تقريبا أعلنت عقوبات على تركيا، وقف تصدير الأسلحة لها وما إليه، لكن هذا كله لكن الأمريكان ذهبوا إلى عقوبات شخصية على أردوغان وأسرته، تفكير بنقل قاعدة تنجرليك، تعتقد هذا هو الأسلوب غير التقليدي تحديدا؟ هذا اليوم؟ صحيح، لكن هذا أنا أعتقد أنه جعجعة، مجرد جعجعة، لأن الآن خلاص يعني أعلن اليوم نائب الرئيس الأمريكي أنه لن توقع عقوبات لأن تركيا وافقت على وقف إطلاق النار، انتهى الموضوع من جانب. فهو الكلام الآن أنه بعد قبول أردوغان بوقف إطلاق النار سوى هولد على العقوبات الأمريكية، فلن تفرض عقوبات حتى الآن، يعني ما لم يعني يحدث شيء آخر، أو أن مثلا تركيا لن تتقيد بالوقف إطلاق النار. نحن يعني وجهة نظري هي أن تركيا والعالم يعرف وأمريكا تعرف منذ أكثر من شهر وهي تخطط لهذا الغزو وأعلنته، وأنها بصدد إقامة منطقة آمنة بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، عرضها يتراوح بين 30 و35 كيلو نهاية أغسطس. ومنذ ذلك الوقت وهو يعلن ولم يتحرك العالم لإيقاف هذا الغزو قبل أن يحدث، أما بعد أن دخلت القوات الأمريكية فهنا الآن نحن في واقع جديد.